للمزيد من المتابعة حول الرسائل المهمة في كلمات الرئيس السيسي اليوم بينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق. أستاذ عماد، تحياتي، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا فندم. بالتأكيد كانت هناك مجموعة من الرسائل المهمة للرئيس السيسي اليوم، يعني أبرز النقاط في تقديرك التي يمكن التركيز عليها. طبعا على المستوى السياسي، الفكرة المحورية التي يتحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما، وهي تحصيل وزيادة وعي الشعب حتى يكون قادرا على مواجهة الإشاعات وتفنيدها وعدم الاندراء وراء. هذه فكرة مركزية ومهمة، والرئيس اليوم تحدث الكثير عن هذا الموضوع بتفاصيل كثيرة، واستغل صورة موجودة في التقرير تمثل الخراب والدمار في احدى الدول العربيه، دي يقول للمصريين احذروا ان تصلوا لهذا المصير. هذه نقطه مهمه جدا. النقطه الاخرى هي العلاقه بين القطاع العام والخاص، وكان ذلك تعليقا حينما شكر الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور احمد ايكن رئيس شركه الاب قلعه، احد المساهمين الاساسيين في المشروع، وتحدث عن دعم الدوله للقطاع الخاص. هذا موضوع مهم جدا، ويبعث برسالة جيدة. النقاش اللي دار بين الرئيس والدكتور أحمد سيكر يحدث رسالة طمأنة مهمة من الدولة للمستثمرين والقطاع الخاص، حتى ينطلق الجميع في العمل، في البناء، في مزيد من الاستثمارات، خصوصا في مثل هذه المشروعات. نعرف جميعا أن القطاع الخاص نادر أن يلجأ إلى مشروع استراتيجي مثل هذا، يتطلب رأس مال ضخم وقروض ووقت طويل، هو يفضل في كثير من المرات الربح السريع، لكن هذا نموذج مختلف، نموذج لمشروع استراتيجي حقيقي هيوفر الكثير لمصر وللمصريين، وهيضيف ويوفر لنا عمله صعبه ويمكننا من الاكتفاء الذاتي قريبا من العديد من المنتجات البتروليه. وبالتالي هذه نقطه جوهريه. النقطه الثالثه، طبعا كانت هناك بعض الاخبار الساره للمواطنين المصريين، خصوصا فيما يتعلق بتسريع الاشتراطات الجديدة للبناء حتى يعود المصريون للعمل مرة أخرى في البناء الموقف منذ فترة. والنقطة الأخرى هي المتعلقة باستئناف صرف علاوات صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة، وده موضوع أيضا يهم الملايين المصريين. دول الحاجتين مهمين النهاردة أتكلم عليهم الرئيس، واتكلم كمان على فكرة بناء الدولة لمساكن جديدة على الأراضي الخاصة أو المملوكة للدولة، وإنه لن تتم أي إزالة في مثل هذه المشروعات، خصوصا نزع الأرض للمنطقة العامة، إلا بعد أن يتم توفير مساكن للمواطنين. دي كانت رسائل أساسية، لكن الرسالة الأساسية الأهم من وجهة نظري فيها هو المدى المهم الذي وصلت إليه مصر في صناعة الطاقة بعد ما كانت مصر الكهرباء بتقطع يوم ويوم وكثير من الوقت لحد سنه 2013 او 14. صارت مصر واحده من اهم الدول في الطاقه بانواعها المختلفه. صار لدينا اكتفاء ذاتي من الغاز، كان عندنا فائض في انتاج الكهرباء نستطيع تصديره للعديد من البلدان في الخارج. طيب استاذ عماد، يعني اتساقا برسائل السيد الرئيس اليوم وفي نفس التوقيت اللي بتحاول فيه الجماعات المتطرفه بث الاكاذيب باستمرار في محاوله لتعكير الصفو العام او بث الشائعات بشكل او باخر، يعني كيف ترى وعي المصريين في مواجهه هذه الامور اتساقا بالايام السابقه؟ الوعي بصفه عامه هي مساله ليست ثابته، الوعي يتوقف على درجه حصانة وتحصين المواطنين من قبل الإعلام، المجتمع المدني، الهيئات المختلفة، المدارس، وبالتالي الوعي يحتاج إلى مزيد من العمل والجهد المستمر، لأنه صانعي الإشاعات لا يتوقفون ولديهم القدرة المستمرة طول الوقت على اختراع و إطلاق العديد من الإشاعات، وبالتالي أنت تحتاج في نفس الوقت إلى مزيد من الجهد طوال الوقت للمواطنين حتى يكونوا على دراية وعلى درجة عالية من الوعي، بحيث أنه يستطيع أن يتصدى أو يفند أو لا يصدق هذه الإشاعات بسهولة. وبالتالي المسألة مسألة مستمرة، لا نستطيع أن نقف ونقول لقد تم زيادة وعي الناس وانتهينا من الموضوع. للأسف
السوشيال ميديا لها فوائد كثيره جدا ومميزات، لكن لها عيوب ايضا خطيره جدا، خصوصا فيما يتعلق بقدره بعض التنظيمات والافراد واللجان السنيه على اطلاق المزيد من الشائعات والاخبار المشوهه او ارباك الناس بمعلومات مضلله. انا بشكرك جدا الاستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريده الشروق، شكرا جزيلا.